طبعا كابتن حسام غالي قيمة كبيرة جدا لينا وللنادي الأهلي واحنا اتعلمنا منه كتير جوه الملعب وبره الملعب، واستفدنا منه كتير ومن خبراته، وقد ايه الراجل طول مسيرته ملتزم وبيأدي بشكل مميز على طول. فهو زي ما قلت هو قيمة كبيرة جدا، بتمنى له رب التوفيق، والخطوة ان شاء الله اللي جاية يبقى موفق فيها زي ما هو كان موفق في حياته وأدى الدور اللي عليه، وهنفتقده طبعا، هيوحشنا وهيوحشنا نجم كبير يعني. ربنا يوفقه يا رب ويكرمه، وان شاء الله الخطوه اللي جايه بالنسبه له تبقى كويسه ان شاء الله. هي العصبيه بتبقى في الملعب، ده بيبقى نوع يعني، البني ادم بيختلف عن التاني، كل واحد عنده صفات اراديه وشخصيه غير التانيه مختلفه. هو الراجل يعني متربي في النادي وعارف يعني قيمه النادي الاهلي وقيمه شيرت النادي الاهلي، فهو بيبقى غيور جدا على المكان اللي هو فيه، ودي حاجه طبعا من صفات كابتن حسام غالي ان هو قائد، ودي حاجه بالعكس مش نرفزه او حاجه خالص، بالعكس انا شايفها حاجه ايجابيه. نتمنى ان الاجيال اللي طالعه كلها تبقى زيه واحنا كمان نبقى زيه، فدي حاجه طبعا لا كويسه جدا، احنا بنستفاد، وهو بره الملعب كمان هو شخص جميل جدا وكلنا بنحبه وكلنا بنتعامل معاه بشكل محترم جدا. هو قيمه زي ما بقول لك كبيره جدا بالنسبه لي كمان، انا حاجه كبيره بتمنى اكون استفدت منه، وكنت بتمنى كمان ان هو يفضل اطول فتره، لان احنا ما شبعناش منه، وانا كمان يعني الفتره رجعت فتره قريبه فما شبعتش منه، فبتمنى له رب كل التوفيق. هو هتفضل قيمه كابتن حسام، وان شاء الله النهارده يعني تتويج ليك يبقى يليق بيك ويليق بمكانه النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى مبسوط، والخطوه اللي جايه ان شاء الله تبقى كويسه ليك، وبتمنى له كل التوفيق يا رب. المشوار الافريقي طبعا ده مهم جدا بالنسبه لنا، وهدف من اهدافنا اللي احنا يمكن اهم هدف كمان احنا بنحاول نحققه السنه دي ان شاء الله. فاكيد الماتش هيبقى صعب، ظروف الماتش برده صعبه، ان انت خارج ملعبك وخارج معاك بتقابل حاجات كتير، الارضيه والتحكيم والجو، فالعوامل دي كلها بتبقى مش مساعده بالنسبه لك، لكن ان شاء الله باذن الله احنا مستعدين كويس وبنشتغل كويس قوي ومركزين كويس قوي، ان شاء الله الماتش دوت ان شاء الله نرجع فيه ان شاء الله كسبانين باذن الله، نرجع على وضعنا الطبيعي في المجموعه عشان نبقى مرتاحين بعد كده في اللي جاي ان شاء الله.